سفر البنت للعمل خارج السودان بعقد عمل من غير محرم، ده ما بجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. عشان كده العلماء اتفقوا، علماء الإسلام، على أن للمرأة في الحج شرط زائد في الاستطاعة: لقت المال وهي عندها قدرة بدنية تتحمل مناسك الحج، في شرط زائد اللي هو شنو؟ وجود الولي. عشان كده الصحابي لما جاء يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد يستأذن يخرج، وذكر له إنه ترك زوجة مسافرة إلى الحج، قال: اذهب فالحق بامرأتك، مش ألحقها، حج معها. فلا بد يا أخواننا الناس الموضوع ده يكون عندهم محسوم، دي أمور شرعية ما فيها لعب. فلا يجوز سفر المرأة إلى أي مكان يسمى سفرا إلا بشنو؟ إلا مع المحرم. طيب، والناس اللي بيقول لك الكلام ده تشدد وما تشدد، احنا اخواننا شفنا، انا بعرف واحد زميلنا كان قرى جامعة السودان وماسك مستشفى في الرياض في السعودية، وقبل ما يجي كان في مدير تاني من جنسية اخرى غير الجنسية السودانية، الكلام ده في الرياض. الزول ده بيستغل البنات اللي بيجي يشتغلن في المستشفى لنفسه ولجنسه، والوحدة إذا ما لبت رغبته معه في الزنا ما بشغلها، وممكن يطرد عاد أو يلبسها تهمة. فقال لي: أنا لقيت كمية من البنات الشغالات، الزول ده قدر يصلي لغاية ما فتح فيه بلاغ وورطه، عرفته، وداك بقى يترجى فوق والتلاصل زي ده، ما ترحمه، نجمه طوال. فده ما استغلال، زي ما قال الشاعر: تعدو الكلاب على من لا أسود له وتتقي صولة المستأسد الضاري. وده معروف يا أخواننا، موجود، والناس شافوا كده. خليك من الشعر بتاع الجاهلية ده، الناس ما شافوا في اسمه شنو، الساحة الخضراء ولا وين، رأس السنة، انتشر في السودان كله مقطع لبنات متبرجات تبرج شديد، واحدين بيتحرشوا به، شغلة جاي طزات يمسكوها من وين ما معروف. هذه حلوها كيف؟ لأنه ديل ما عندهن ويليان، ديل يمثلا وجه قبيح. الليلة كثير من الناس شافوا الممارسات السيئة والتي شوهت كثيرا صورة الإنسان السوداني خارج السودان. أمشي دبي، أمشي غيرها من البلاد المفتوحة، شوف سمعة السودانيين بقت كيف، سببها شنو، المرجع راجع لشنو، الموضوع ده كله بيرجع لشنو، بيرجع لأنه ما في ولي، لا في ولي قاعد معاه هناك، لا الولي السمح لها شنو، السمح لها إنها تمشي من غير ولي. ودي أخواننا مشكلة تانية، دي برضو العلمانية جابتها، إنه قالت من حق المرأة إنها تتنقل وتفعل وتفعل عشان يصلوا للمرأة زي ما دايرين.